عندي وشحال من مره طرح لك السؤال وكتقول هذا الجواب، كتقول واخا قولوا لي دابا هل هناك حزب سياسي اسس في المغرب دون موافقه القصر او بمعزل عن القصر؟ لان هذا سؤال خطير. نكونوا صادقين، هذا السؤال طرح يبان تاسيس الاصاله والمعاصره، لانه من بين المنتسبين لهذا الحزب كان واحد السيد كان كاتب الدوله في الداخليه، انا يعني من ساحب وجاس الحزب، وهو على حسب الصوره اللي عطاو له في الاعلام صديق الملك، وطرح هذا السؤال، والجواب ديالي كان اولا هو ما ممكنش نحكموا مشاريع بناء على اشخاص، ومازال هي اللي كنقول دائما. ثانيا الا بغيتوا تحكموا جميع هذه المشاريع بناء على اشخاص في الاحزاب بعدين ديال الستينات اللي اسوها كلهم كانوا خدامين في القصر، تكوني على يقين بان ما كانوش خدامين مع با، يعني انا متاكد ان دورنا ولكن كيعرفوهم مؤسسين ديال حزب الاستقلال ومن بعد الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه ولا الحركه الشعبيه مع حضن الخطيب ومن بعد الحركه الدستوريه الشعبيه ديال الخطيب، هادو كلهم لا المرحوم مهدي بن بركه الشهيد مهدي بن بركه ولا المرحوم الفقيه البصري ولا بلافريج ولا ولا ولا، هادو الناس ديال حزب الاستقلال كلهم كانوا يشتغلون بجانب الملك، كانوا اصدقاء الملك، اساتذه الملك، احرضان والخطيب والزموري والناس كلهم، هادو كلهم اللي كان عامل، اللي كان وزير، اللي كان مستشار، هادو كلهم، وحتى حزب الشورى والاستقلال.